لا غرابة في تتويج المصري مصطفى إسماعيل بلقب أضخم عضلات الذراع الثنائية والثلاثية بقياسات تصل إلى 65 سنتيمترا، أي ما يوازي حجم رأس إنسان بالغ أو حتى خصر رجل بالغ. وضخامة هذه العضلات تذكر مشاهدها بشخصية البحار الكرتوني بوباي الذي تنتفخ ذراعاه بسبانخ لكسب قوة خارقة. لكن مصطفى إسماعيل المعروف ببيج مو لا يحب السبانخ، بل يلتهم 6 وجبات يومية تتضمن 3 كيلوغرامات من بروتين اللحم والدجاج والسمك ومشروب مساحيق البروتين والأحماض الأمينية. بذلت جهد كبير أو يعني ضحيت بحاجات كتير عموما عشان توصل لمرتبة كويسة وتشرف بلدك يعني. وبعدين يعني باباي اوف كورس يعني ممكن أقول مثلا اللي أنا يعني باخدها بهزار او بضحك طبعا على الموضوع، بس طبعا يعني لازم الواحد يبقى متفاهم. الهنديه جيوتي آمج دخلت موسوعه جينيس من اوسع ابوابها كاقصر سيده في العالم بقصر يصل الى قرابه 63 سنتيمترا. وجيوتي ابنه 18 تعاني من مرض يحد من نموها الطبيعي، وتامل في ان تعمل في مجال السينما في بوليوود. أما هذه السيدة الألمانية جوانا كاس فهي أكبر لاعبة جمباز سنا عن عمر يناهز 86، وهي من المواظبات على المشاركة في منافسات الهواة منذ عقدها الرابع. لدينا 3000 رقم قياسي جديد، أرقام غريبة وأخرى كلاسيكية، لكن تبقى الأرقام الشخصية الأكثر إثارة كرقم مصطفى إسماعيل وعدة أرقام قياسية أخرى من الشرق الأوسط. وهذه الأمريكية دارلين فلين جعل حبها للأحذية كسر رقمها القياسي كأكبر مجمعة أحذية في العالم بمجموع قارب 16,000 حذاء، صرفت عليها أكثر من نصف مليون دولار. أما الألمانية بنتا دوبرمان فقد قادها هوس دمى الباربي إلى اقتناء 15,000 دمية للباربي بمختلف الأحجام. ومن الأرقام الخاصة بالحيوانات، هذا الكلب بطول 1.12 متر يسمح له علوه بلعق الماء من الحنفية مباشرة. وعلى عكس المثل المشهور يمكن مسك هذا الثور من قرنيه كونه أقصر ثور في العالم ب 72 سنتيمترا. وقصره هذا أبعده من مصير المسلخ المحتوم ليعيش ما تبقى من حياته كحيوان أليف. مصطفى زارو، العربية، لندن.